من القمر ومن الفضيت شوف العالم كيفيت منظوم، يعني الرافي ذو حل نكمل نمشي دعمة. يا جبة شبيك تثنو صوت هذايا؟ تي وينك جبة؟ لوج عليك من قبيلة تتوب رسمك تنكوح ديما في زورتي. يشوف انا مخلي البلاد ومخلي القهاوي ومخلي كل شيء، وذي وحدي في الغابة وخالط على ذبي الويترة. شبيك صاحبي؟ كاينك امورك ماهيش مريقلة، يبرا ندورو جونتا اتو امورك تستوي. والله يا سنكوح قبل ما ذي انتي كنت مثي مستوي، في نظيف صبر غير الوقت لذني، بير معبي بالقرى نثقي اسمي. صاحبي كنت في القمرة وقريب نوصل لذحل ونبولق زونتا وذوي بي، غير انتي زيد ونكتها القعدة. دي ليه برسمي جبا؟ هاني جيت بحذيك احكي لي فرغ لي قلبك. يدي صاحبي ونعرفك اللي امورك مش مريقلة، قسيتها ما صاحبتك، حبيت تصوحب واحدة ونبزتك. يدي قل لي نورمال. دي تو برذولية سنكوح، فما حاجة تفرح؟ يا كثوف خويا، يا كثوف في الوضع وتثوف في الحكام العرب كيفيث. يعني حكام صاحبي مثلث ان تكون حكام متاعنا صاحبي، كيفيث حبني نفرح كيفيث. كل يوم قاعدين في فلسطين يموتوا صاحبي، يقذفوا فيهم. اقسموا بالله انا كن نذبح الذاذة ولا نقتلها دي قلبي يوزعني. خلي عبيد صاحبي قاعدة تموت، وكبار وصغار، وصغار يتامى وليت وابوهم ثي وصغاره، كيفيث حبني نفرح. عايز خويا كيفيث دي حتى بس نعمل حلقة؟ والله اللي عندي خلوق يا صاحبي اقسموا بالله. والله قلت الحق يا جبة، انا اللي يغيظني صاحبي انا بالرسمي ما نجمو نعملو حد شي، والعرب والحكام والمسلمين اللي نجمو يعملو ما عملو شي صاحبي، يتفرجوا. وفما شكون حتى الضامن مع ما نقولوش اسرائيل، خاطرها ما تجي حد شي مع العدوان الصهيوني. يا اخويا حممت لي قلبي يا صاحبي. يثوف تنكوح برذولية صاحبي، تقلقت صاحبي قلقت، ولوي في مواضيع ما كنت حد سي صاحبي، قلقت وتكرفت، وهاني نيك في ذو انت وحدي صاحبي نكلمي في روحي. ياه جبة يا اخي انا لوش فيك، بكشي في بالك محبة فيك، لوش فيك جبت لك زوز اخبار مش نورمال. بالله يا ثنقوح سيب ذبي، ديما اخبارك يوذك انتي. يا ولدي شد عندك، الاخبار الاولاني عامر جب طيروه من مركز الشرطة، ما عادش هو الغادي، قالك جابوا واحدة زبور تفلق. والاخبار الثاني البف باش يخرج من الحبس صاحبي، وانا قلت لوجا كون وصلك بالك ما سمعتش. يا اخي نسيت اللي انت كنت سبب اللي هو دخل الحبس. والبف باش يخرج من الحبس؟ ليه يا صاحبي نتحركوا ونمثيو ونشوفوا نعملوا خطة ونعملوا احتياطاتنا ونشوفوا شنو بنعملوا. يبما فيك عايز خويا ركز معي يا اخي، ديما تبولك وسايخ، يركز معي شوية عايز خويا. يا اخي البف عليه ست حبس، مثلنا وانتي وعياري وزرومة والولاد الكل وقت نسربيو كقريب نتسد وهكا والعباد ثبت بينا، نكن حسيناه البف وقت طيثنا البلاكة في دارهم. ياه جبة يدي شمني فيه انا يخرج من الحبس ما يخرجش، يدي ينعطيني تبوليك وخليني صاحبي مكلمي. يا ربي معاه يشد الحبس، يا والغنوش قالك يبيع في الشراب، ولا ربي يرحم ولا ربي معاه، يجد في نحنا يمات سربينا وحطيناها في راسه. يشوف شكون شوف شكون يا وعمر جب يكبس يكبس روحك، قال وزت لو قال تبوليك. عمر ذب ما في بالك سندي، يا حسرة كي كان عمر ذب توكي تعدى كله رذبك ويدي ما سيخدم في الحاكم. يموم ذعكو قال كذب واحدة ذبور ولا اثنين الحكاية، مازلت ما نعرفش انا بيلي. والعباد ولا حوم جملة اشنية ما فماش خيط الولاد. ياه عمر جب ما فهمتش شنية تقصد، فيش تلوش بالضبط؟ تشنية فش اللوش يدي نقص مزطلة راك وليت ياسر بهيم بيها، يلوش في اللي انتي وريت بهيم بيها، فماش ما ننسى همي خير من نخرة نمي. ما هم عادش الولاد عاد في المركز، يتولينا كلنا ولاد حومة وكلنا زي بعض. وهي الولاد برجولية حشني بعشرين ألف. لمشاعة قوات الاحتلال ولإبلاغ الصوت الفلسطيني الواحد والموحد للمجموعة الدولية وللإنسانية كلها من أجل وضع حد لهذه المظلمة التي تستمر لأكثر من قرن. يا أخي من وقت ايش تتبع سياسة وأنا ما في باليش؟ تاني سياسة يا جبة، أنا ما انتبعش في السياسة، أما خطابات كاس السيد على فلسطين هو الوحيد اللي طلع راجل فيهم. إيه ثعلينا عندي سؤال، يا أخي مريض البف تعدى من هنا ولا حاجة وخرج من الحبس
وسمعت اللي يلوث فيا. هاني نبه عليك، اتبعك الفاسد الهامل هذاك الكلوشار، تلوم كان روحك. سمعتني ولا هك الزنس هذاك ما تبعوش، مارك حبوسات وشوارع، انت الله عليك وعليه مريتوش وما عاشناش باش نراه منظرو. يسبيك فحت فيا عادي اخي، سالتك سؤال عادي، انا هاني ماثي على روحي. يشني يا جبه يا مولا باس صاحبي دام علي هك، ان شاء الله ما تطلعش عندك قضيه وجاي باش تتخبى عندي ايامات برك. يا صاحبي انت تقرا نص الافكار برك، يبرذوا لي يزيد باش نتخبى عندك. يا ما يا ليتو كان زيت عندي قضيه يا صاحبي. ايش فما صاحبي تكلم حيرتني راهو. يثنو ذروما يا اخي، انت برك ما سمعتش اللي البفخ رزم الحبس واول واحد سكوب بس يلوذو هو الذبه. يا صاحبي برذوا لي خبيني، انت ذروما ومتاع الاذرام وصاحبي نعرفك كاسح. البفخ رجم الحبس برا صاحبي يقصد ربي قال يتخبى بحثك. يا اخي شبيك تحب تكر علينا الناس الكل، والناس الكل كنا نسربيهم بعضنا، هي انت على راس القائمه وانت حشيتالو برا، تصرف صاحبي. اه يا ذروما، هذه الاصحاب اللي تحكيوا عليها والعثره ودرسنيه مريقل صاحبي مريقل، تنمثي نقصد ربي. يا ما تعرف ذبت لي فكره، تنمثي نيك نسلم روحي المركز نقول له منبيع ونبدا نزيد وننقص، تونيك نسد انا عام حبس ولا قضيات. هي هو تو يبرد تو يتفرهد وينيك الزطله وينيك الزبابر وينثاني. حاش حوش ما تكرزنيش لنخرجك من دارك لكعبه البابوش. يا ريتشي جبا واختصر في الكليب. اهلا بولدي الغالي، اهلا، كفاره يا دي الحبس للرجال راهو. يا ولدي وش خص كان ريت الجبه، راني نقوله يمشي معاك يتعلم من عندك الرجله والكرامه وكل شيء. ينتقنيك ريت الجبه ولا لا؟ يا ريتو مشى مغادي، وكان لقيته حسبني بالجلد متاعو. يا كيكه ما تعدي صاحبي للسلام لحد شيء، يترى نشوف تليفونك ترى. ياي صحيت هاي برا وحتو ما عادش وقت عليك، يمبشى راسك كل مبابي متاع جومي. يشنو بطيخة بزلت براكي في العبيد وتنطر؟ يرزن عايش خويا وعمل عقل. والبف صاحبي كفارة ايش تعمل هنا يا صاحبي؟ شنو تحب على حاجة؟ ايش بيك مفجوعك وش عليك عندك يد في دخولي الحبس؟ ولا يا صاحبي خاتيني ولا ورسمي امتيرا والجبة هو سبب في دخولك الحبس صاحبي. يكبس روحك لنبدا نشلبك فيك انا تو، يكلمتين ريت الجبة ولا لي؟ ساعة يبكي لزبك القحبة وهو ما راش الجبة، ايش نايك بيك انا تبكيلي ولا ربي معاك؟ بلي سمحني يا اختي، يا اخي عمر جب وين؟ انا جديدة لهنا في بلاستو، اولا مانيش اختك، ثانيا انا مادموازيل، ثالثا طردو من الحبس على غالب، تفضل انت حاجتك بحاجة؟ يح بينك يح بتبيعي طردوك العزوزة قرقوب هذاك وحدة قصدي انت تبركلها ليك ظاهرة جديدة ووكا ومحل ثقة وكل شيء، بتبيع بشي طردوك الحاجة ذاك. يكن في بالي بيك جاية، راني زدت عملت شوية قضايا باش قاعد حذاك، نورمال تو نعمل زوز قضايا ونجيك. يبيتي نحبك تضربني تعذبني باش انا نقر شكون ضربت ولا شنو عملت. والله يا غريبة مش عارف انا ولاد الحومة وين، ما عادش فما حد. واحدة ترساتي شادت داك السيجار ونزلت عليه دبوليق اي نورمال، يعني خذيت واحدة اكسبريس بيانسيري حلوة سكر، يدي تكمل تكلميني وتريقل لي جاوي. ما فهمتش عليهش انا كلها خايفة من البف. والبمبا يشني ريتي جبا ولا انت زادة معاش تعرفوا وين؟ ما ريتوش يا البف يا اخي، علاش باش نخبى عليك صاحبي؟ اخر مرة ريتو هو وعياري في الكربة. مانيش عارف انا هارب مني يا اخي، باش نقتلو انا؟ إذا بكل ملحة طفل يقبل الربطية متاعي، الشارجور نسيته في دارهم. هذا كلش ما مدليش الشارجور، نورمال يا شباب نورمال. بذو لي سبيب ديذو لي، راني ملقيت حتى حل وقلت نحثي لكم ناس الكل معايا، لذا هيا نحرقوا وثيب علينا صاحبي نمثي وصاحبي يكلنا الحوت ولا نمثيه الرومة ولا ربي معانا، خير من اللي يثد البف صاحبي ونظموا يثيروا برثة حذيت خايبة. يتو جبا يا اخي، انت تعرف تسوق الفليك؟ ومنين جبتها انت الفلوكة هذه اصلا؟ عندك انت رامي باش تسوق؟ ينتي ثنكوح تحكي علي انا في السويقة؟ يودي قبل ريت قبل ما نسوق السفينة هذي يثبيت لي ذوم تحسوفن الكل في التليفون صاحبي ذوك بي. السفينة هذي مين ذبت قالك يسيدك السفينة هذي؟ انا تو ما فهمتش حاجة يا اخي، شبيك بطيخة صاحبي مو لاباس.
إلي بيه صاحبي إلي بيه، تمو عرضني البف في البلاد يسيح، هو غدرني بضربتين من الأول يودي مسحت بيه القاع، ما نحكي لكم مش عملت فيه الولاد، كارنا قعدنا ما حرقنيش راو نورمال نورمال، نمشي ونكتشفوا الأماكن. يا الزبي إش تحشي فيه، عوج لك راسك وتقولي مسحت بيه القاع؟ يتو أنا ما فهمت حاجة، يتو نحن الكل متورتين في دخول البف في الحبس وخرج نقم علينا، ينتي عمر جب ليش حارق معانا؟ شنية ليش حارق معاكم؟ يا اخي شكون رجب دخل الحبس وشدوا وامي شدته وموني انا اكيد راهو حتى انا شدد البغض بيا مع اللي انا معادش بوليس يودي خايف للطرف شي باللي عندي نحيولي وزيد برجو ليا الولاد يتمرمت من الحومة الحومة يدي معاش فما زطلة مستنس نوقف ولاد الحوم ونفكلهم الزطلة متاعهم نعطيهم شوية كفوف ونروح يتو معادش نجم نوقف وانا شنعمل ترساتي نشري كيف كيفكم يكاو مرمدوني مصدق الرب يلقاو فيها ضربة يتو الجبة برجو ليا عندي سؤال المكتعرف بحكم اني عمري كله نخدم في الحاكم ما نجمش مسألوش سؤال هذا يتو الفلوكة اللي تسوق فيها فيها وراق ومنين جبتها يدي سبيكم انتو ما وحلينا معايا منين ذبتها سفينة يا سفينة هذية صاحبي الزيدة مذيلو بس يذربوها قالك سميوا السفينة لا تقهر ولا فاضة هكا الكترونيك ولا الكتروتيك ولا من يتعرف يكوعد يعني ثلاثت فيها صاحبي وهذيتها واول مرة بالسبحر ومعانا نحن هروميو هكالك سرقوها سفينة تيتانيك ما تلينش مثلو فيلم لا تيتانيك لا نيك لا بشتغرق لحد شي يعرفت هرام من وجهك لمنيك حطتلي 500,000 في الحجامة ولبسة في الاخر يهزوا سفينة وتستنى لنمشي ولا تيتانيك لا شفة على البحر لحد شي هاي بري روحي هاي بري